قبل ليمون لدور الفلاني. احنا هون حاطين خبز الحياة، يعني كلمة الله عمل الله في حياتك، من هنا تكون عندك تاريخ للعلاقة مالتك معه. مقدمة نتقدم في مشاكل وفرح. هذا الحمد لله. أستاذ زين هيك خو أمين بلانين ده تور بلانين ده تور جنس كتون عص ور سالبت كو برابي جيرتا ها لا نغينا خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس اللي بموته وقيامته رفع خطايانا وخلصنا. من قبل يسوع المسيح صار ابن ويقول لم تكونوا عبيد بعد اليوم بل تكونوا ابناء. أمل في هذا المقطع لما تقرا شو يعني هذا المقطع وبده يقول الله اهم شيء المكايد يضعها الشيطان حتى انت تسقط ما تستمر بعلاقتك معه. لكن انت لما تنتصر على تقوم تنتصر على هاي التجربه هنا راح يزرع فيك فرح حقيقي. شنو هي الصلاه؟ مفرداتها شنو؟ الصلاه اول شيء نجي لمعنى الصلاه اللغوي، الصلاه كنا نعرفه هو صلاه بالله. الدعاء تجي ايضا بالدعاء تجي معنى. لما تكون بصله بالله فقط تكلم الله من قلبك. كون على الصلاة مع الله. ماكو كلمات محددة. مثلا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك. أنا والآب واحد. وروح القدس. أنا والآب واحد. هلا بعدين لما قام أرسل روحه القدس. بعدين بعد الصلب الموت والقيامة. ما إجت حرب 1914. لما اجت الحرب 1914 اجوا الاتراك حرقوا كل الجبال. قالوا لها يا عذراء نحن جايين لعندك، نحن بدنا سلام اللي انت استقبلتيه من الملك تعطينا اياه. السلام عليك، من هيك بنقول يا مريم يا ممتلئه نعمه. انجيل عم نوزعه ببلاش، ما بدنا ندفع عالم مصاري مجانا. تاخدي تفتحي هالانجيل قبل ما تنامي، حطيه حدك، افتحي واقريه شقفه، شو بيصير بس تقري هالقطعه؟ لان هيدي كلمه حياه رح بتفوت على داخلك جوا. انت كلنا نحن بهالدنيا الارض السماء مخلوقه من كلمه الله.